السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المقبلين على المتميزين والتسريع وكذلك الموهوبين، أهلا وسهلا بكم في أجوبة الاختبار اليومي اللي جرى بتاريخ 10/6/2023. الأجوبة أول شيء كانت متسلسلة، أكمل المتسلسلة 1/4/9/16/27. هذه المتسلسلة إذا نباوع أن الواحد والأربعة جاي تنقص 3، بينما التسعة والأربعة والتسعة جاي يزيد 5، العفو جاي يزيد 3 وهنا جاي يزيد 5، والتسعة والستعش ترجع 7، والنوبة 11 النوبة 13، يعني الأعداد الأولية، يعني الأعداد الأولية. هاي مرات تصير الجسم بأعداد أولية، التسعة مو عدد أولي، الأعداد الأولية هي اللي تقبل القسمة على نفسها فقط، يعني المضاعفات مالتها الواحد وهي بس. ما مو المضاعفات، العوامل. يقول ما الرقم الذي يجب ان يحل محل علامه الاستفهام؟ شوفوا اللي هو كاتب 144، هذا شنو الفكره مالته؟ الفكره مالته انه نقول 2 زائد 1 زائد 1 زائد 3 زائد 2، يعني نجمع 3 و2 5، ومنها 3 2 و2 4 صار 9، وبعدين نقول 9 في 9 يطلع 81. هاي خلوها فكره ايضا في بالكم، فكره جديده. 1 + 6 وستة بستة 12، 1 + 6 12، وهنا عندنا 7 + 6 13، 13 في 13 169، هنا 4 و3 7، و4 و1 5، 7 و5 12، 12 في 12 144. نجي هاي المتسلسلة أيضا، شوفوا المتسلسلة هنا 7 15 32 فراغ 138 281، يقول هنا ناتج من ضعف الرقم الذي يسبقه مضاف له 1 و2 و3 و4 بالتتابع. يعني احنا عندنا 7 صارت يعني ناتج من ضعف الرقم الذي يسبقه، يعني الرقم الذي يسبقه 7 شنو ال 15 شنو يسبقها؟ يسبقها 14 زين زائد 1، هنا 15 32 شو تصير؟ يسبقها هنا ضافوا 2، يعني 15 وضافوا 2 زين، هنا هو ال 32 راح يكون 67 على اعتبار انه 32 و32 64 واضيف 3 وهكذا. اختر المفردة الشاذة من المفردات التالية: خلخال، عقد، قميص، طو. القميص هو نوع من انواع الثياب، وكلهن من انواع الحليب. السؤال الخامس يقول: عمر محمد ربع عمر والده، وخالد يزيد عن عمر محمد بثلاث سنوات، اذا كان عمر الاب 36 عام فاوجد عمر خالد. اول شيء عندنا احنا عمر محمد هو 9 سنوات، الجواب كان، وعليه عمر خالد يكون 12 سنه. شوفوا شلون عمر محمد ربع عمر والده، يعني وخالد يزيد عن عمره عن عمر محمد بثلاث سنوات، اذا كان العمر الاب 36 سنه. محمد 36 تقسيم 4 راح يطلع 9 سنوات. زين، هو والده وعمر خالد يزيد عن عمر محمد بثلاث، 9 زائد هذا 4 راح يصير 3 يصير 12. ما الرقم الذي يحل محل الاستفهام؟ شوفوا هذا الرقم. احنا هنا شنو اللي صاير؟ خلينا نشوف 6 + 7 13 و3 + 5 8، فجمعهم صار 21، و7 + 7 14 و5 19، فهنا 4 3 3 و11 راح يصير 14 3 و11 14، لان يجمع الارقام. زين، ما هو الشكل المكمل؟ باع الشكل المكمل، احنا هنا الاختيار كان دي، لانها تتحرك خطوتين باتجاه عكس عقارب الساعة، وتتحرك الخطوتين باتجاه عقارب الساعة، الدائرة الكبيرة باتجاه عقارب الساعة، والدائرة الصغيرة البيضاء عكس عقارب الساعة. شوفوا اي انتم ايش عندكم هذه البيضة هنا صارت هنا، هاي الدائرة الكبيرة خطوتين باتجاه عقارب الساعة، 1 2 صارت هنا، النوبة 1 2 راح تصير هنا، والنوبة
واحدة اثنين راح يصير هنا، فالاختيار راح يكون يا اما عندي كلهن الدي، شوفوا كلهن تحركنا بالسنة. زين، نجي على الدائرة الصغيرة، تتحرك الدائرة البيضاء عكس عقارب الساعة خطوتين ايضا، واحد اثنين صارت هنا، راح تصير النوبة الثانية، واحد اثنين راح تصير هنا، زين الثالثة راح تصير واحد اثنين راح تجي هنا. فهنا عندي منو؟ عندي ايضا موجودة بالسي، موجودة بالسي وموجودة بالدي، موجودة بالدي وموجودة كلها ايضا موجودات، يعني انه ما سوى هذا الشيء. بينما من اجى على المثلث يتحرك باتجاه عقارب الساعة، يتحرك المثلث باتجاه عقارب الساعة، هنا كان المثلث عكس اتجاه عقارب الساعة، المثلث كان هنا، هاي صار هنا واحد وانقلب شكله، يرجع النوبة هنا يصير ينقلب يصير بالعكس. فالحالة الثالثة راح يرجع هنا يصير على الدائرة البيضاء بس يصير عدد. زين، يعني الاختيار يا اما بي يا اما دي. فالأخيرة نقول وتتحرك الدائرة السوداء بعكس اتجاه عقارب الساعة، هاي الدائرة السوداء تحركت خطوة واحدة هنا وتحركت خطوة واحدة هنا، فالخطوة الثالثة راح تتحرك هنا، فالبي ما بها نائلا غير الدي. أكمل المتسلسلة التالية، المتسلسلة الآتية 6 8 24 26 78 80، الجواب كان 24 على اعتبار أن المتسلسلة زيادة الرقم الأولى 2 وبعدين ضرب الرقم 3، الثانية تنضرب 3، يعني أول شيء 2 والنوبة أضرب 3، هنا يعني 6 8 8 3 في 3 24، 24 2 26 تنضرب في 3 وهكذا، فيطلع الجواب 240. بارومتر هو يستخدم للضغط، يعني حرارة برودة، منقذ قلم، مشرط طبيب، بوصلة اتجاه، هي نفس المشرط بالنسبة للطبيب لأنها هي آلة وإلها وظيفة. يقول علاقة بالنسبة إلى هذا مثل علاقة هذا الشكل إلى واحد من ضمن الأشكال، فالاختيار راح يكون سي. شوفوا نشوف شلون العلاقة، خلينا نشوف ليش العلاقة ليش سي باعوا سي شلون شكله، شوفوا لأن على اعتبار أنه هذا كانت بالنسبة إلى هنا بعدين الدائرة طلعت، بينما هنا كانت الدائرة موجودات، فاللي هنا من طلعت طلعت السوداء، هنا راح تطلع السي راح تطلع البيضة، ليش؟ على اعتبار أنه البيضة هي بالنص مو على الخط المتحرك. نجي على يقول دراجة هوائية تسير بسرعة 20 كيلومتر بالساعة ودراجة نارية تسير بسرعة 95 كيلومتر بالساعة، ساروا في نفس الاتجاه، كم تصبح المسافة بينهما بعد مرور 2 ساعة؟ شوفوا احنا اذا تحرك عندنا قانون يقول المسافة يساوي من السرعة على الزمن، هنا عندي سرعتين، سرعة الدراجة 95 ناقص سرعة الدراجة الهوائية 20، شو راح يصير؟ راح يصير 95 ناقص 20 75، في ساعتين راح يطلع لي 150 كيلو متر، راح يطلع لي 105، يقول كم تصبح المسافه بينهما بعد مرور ساعتين؟ هذا تطبقونه بالنسبه من عندكم شيئين ويريد المسافه بيناتهم، المسافه بيناتهم يريد السرعه العفو، المسافه بيناتهم، فانتم تنقصون السرعه الكبيره ناقص السرعه الصغيره وضربوها في الزمن. يقول ما الرقم الذي يجب ان يحل محل علامه الاستفهام؟ ضعوا الرقم، هنا عندي العدد 64، ليش العدد 64؟ شنو السبب؟ يقول لأنه يمثل الجذر التربيعي للعدد الموجود في الثلث أي، ضاعوا إحنا إيش عندنا؟ عندنا أربعة راح يكون 16 أربعة، بينما هنا 49 7 وهنا 8 راح تكون 64، هو ناتج ضرب العدد في الثلث بي في 5، ثلث بي يعني هذا يمر في 5 والثمانية يمر في 5 والأربعة تمر في 5. يقول أكمل المتسلسلة، واحد وخمسة وثلاثة عشر وتسعة وعشرين كان 61 على اعتبار أنه 2 في 1 2 زائد 3 يساوي لنا 5، هنا راح نقول 2 في 5 زائد 3 هي من ناتج من مضاعفة الرقم الذي يسبقه ثم أضرب 3،
يعني يسبق راح يصير يضرب 2 في 13 اضاعفه زائد 3 29 في 2 زائد 3 يطلع لي 61. اكمل الجمله التاليه. اللغه فكر ناطق والتفكير لغه. شنو اللغه؟ واللغه هي واللغه هي اجهزه الفكر الكبرى. هنا الجواب جيم صامتة والتفكير لغة صامتة واللغة هي مجلس الفكر الكبرى. يقول زار حسام ووالده محل بيع الطيور فكان هناك 15 طائر في قفص كبير، إذ كان ثلث الطيور من البهورات وهدهد واحد والباقي من طيور الحسون، فكم عدد طيور الحسون في القفص؟ هنا قد عندنا عدد الطيور الكلي 15، يعني ثلث ال 15 هي 5 يساوي 3، اذا ثلث الطيور هي ايش قد يصير؟ يعني 5، 5 بغبغات، لان قايل اذا كانت ثلث الطيور من البغبغات، فال 10 ناقص 5 راح يطلع لي يبقى لي العفو 15 ناقص 5 راح يطلع لي 10، زين 10 ناقص 1 الهدهد راح يبقى لي 9، لان 9 هي الفكره بالثلث، من قايل لي ثلث يعني تقسمون على 3. ما الرقم الذي يجب ان يحل محل علامه الاستفهام؟ باعوا رقم، الجواب هو 51. ليش؟ لان الاعداد في الصف الاوسط هي ناتجه من طرح الاعداد في الصف الثالث، الاعداد في الصف الاوسط الاعداد في الصف الاوسط هذه ناتجه يعني 56 ناقص 54، 44 يطلع 12، فاذا 78 ناقص 48 يطلع 30، 65 ناقص 14 راح يطلع لي 51. يقول امل ياس قرب بعد باء مرض، مرض سقم ونجم سماء، هاي كلمات متضاده وحاسب انترنت، فالاختيار راح يكون عكس الامل هو عكس الياس، فالقرب عكس البعد، فالاختيار راح يكون الف. اكمل المتسلسله التاليه 21 19 19 24 17 19 25. يقول هنا المتسلسله متناوبتين، الاولى تنقص بمقدار 2 21 ناقص 19 والثانيه تزداد بمقدار 5، فراح يكون الجواب 34. يعني هاي 21 ناقص 2 صارت 19، بينما هاي 19 ناقص 5 ومن هنا رجعت 19 هنا ناقص وال 24 تنقص 5 وهكذا. زين نجي يقول اذا كان مع احمد وسامي 720 الف دينار واخذ سامي ربع المبلغ فكم ياخذ احمد؟ احنا من يجي لي ربع المبلغ يعني المبلغ 720 نقسمه على 4 فيبقى 500 وراح يطلع 180، 180 هذا المبلغ، فكم ياخذ احمد؟ اخذ سامي اخذ ربع المبلغ، يعني اخذ ايش قد؟ قسمناه على 4 اخذ 180، فنقص 720 ناقص 180 راح يطلع لي 540 مبلغ احمد. السؤال الأخير لهذا اليوم كان أي الأشكال الآتية مختلف؟ شوفوا الشكل الأول، شوفوا يا الشكل المختلف، الاختيار كان إي لأن الشكل الوحيد الذي فيه دائرة تلتصق